أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن آفاق التنمية التي تتواصل نحو مزيد من التطور وإطلاق المشاريع التنموية الكبرى جعلت القطاع العقاري في مملكة البحرين جاذبا للاستثمارات وقادرا على الإسهام بشكل غير مسبوق في مسارات التنمية. وقال سموه إن تطلعاتنا كبيرة للتنمية والتطوير في مختلف القطاعات، وهذه التطلعات تتلاقى دائما مع طموح لا يحده أفق من قبل فريق البحرين الذي يسعى دوما بكل عزم وإرادة نحو التميز والإبداع في كل مجال، بما يعزز من مكانة مملكة البحرين على كافة الصعد ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بافتتاح معرض سيتيسكيب البحرين 2022 والذي يقام لأول مرة في مملكة البحرين، وذلك بمركز البحرين العالمي للمعارض بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بمملكة البحرين، حيث أكد سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة تبني الخطط والمبادرات التي تفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمتلكه من بنية تشريعية محفزة وقطاع خاص دائم التطلع لتعزيز مساهماته في مختلف مسارات التنمية. كما أشار سموه بما اشتمل عليه معرض سيتيسكيب البحرين 2022 من عرض لفرص الاستثمار العقاري في مملكة البحرين والتي تشهد تناميا مع الخطط والبرامج الحكومية التي أتاحت تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى. وقد أكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري رئيس اللجنة العليا للإعداد والتنظيم لمعرض سيتيسكيب البحرين 2022 على ما يتمتع به القطاع العقاري من دعم ومساندة على أعلى المستويات ليؤدي دوره مع القطاعات الأخرى في تعزيز تنمية الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأضاف نحن نعمل اليوم ونضع نصب أعيننا أهداف ورؤى مشروع جلالته الحضري التنموي الشامل والعمل على ما يحقق هذه الأهداف بالصورة المثلى من خلال الخطط والمبادرات الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتنفيذ توجيهات سموه نحو تقديم أفضل البرامج والمبادرات. وقال معاليه بأن القطاع العقاري اليوم يحقق نمواً متزناً في مختلف قطاعاته، ونعمل على وضع الخطط المستقبلية من أجل تحقيق الاستدامة في هذا النمو بما يعزز التنافسية، ولتكون البحرين وجهة مثلى للاستثمار في القطاع العقاري وتملك العقارات، مضيفاً معاليه بأن البحرين اليوم قطعت شوطاً كبيراً جعلها في المصاف الريادية بسبب ما تتوفر فيها من تشريعات ضامنة للحقوق ومؤكدة على الواجبات وإجراءات ميسرة ومحفزة على الاستثمار. يذكر أن معرض سيتيسكيب البحرين 2022 يعد أكبر معرض عقاري في مملكة البحرين، ويشتمل على مشاريع عقارية بقيمة 893 مليون دينار بحريني، وتم خلاله إطلاق 7 مشاريع عقارية كبرى ستعزز من مستوى تنافسية القطاع العقاري بالمملكة، ويشارك فيه شركات عقارية من داخل وخارج مملكة البحرين وعشرات المشاريع العقارية الكبيرة التي تحتوي على نحو 10,000 عقار. آخر ما توصل له السوق والاستثمار في القطاع العقاري من تقنيات ومشاريع عقارية مبتكرة احتواها معرض سيتيسكيب البحرين 2022 الذي يأتي إسهاما لتعزيز تواصل جميع المتعاملين والجهات المعنية في هذا القطاع. فهذا الحدث الهام وجه أنظار العالم على مملكة البحرين التي أكدت من خلاله
تطويرها المستمر للقطاع العقاري وتماشيها مع أحدث التوجهات الخاصة به. البنية التحتية المؤهلة في مملكة البحرين كانت من أساسيات هذا المعرض الذي قدم الصورة الحقيقية والشاملة من خلال احتوائه على مرافق متكاملة ومجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات النوعية، عاكساً الصورة الشاملة المتقدمة لهذا المركز العالمي ومملكة البحرين بشكل عام. تشريف سمو ولي العهد يعطي زخم كبير حق المعرض، ويعكس اهتمامات سموه بما يتعلق بالقطاع العقاري بشكل عام وبالقطاع الإسكاني بشكل خاص لما يمثله من أهمية للمواطنين. المعرض للأمانة كبير وعدد المشاركين يعني يعتبر جدا كبير، وفي حماس لما يمثل الاستثمار العقاري من أهمية خاصة في منطقتنا، هي أحد يعني مجالات الاستثمار المحببة للمستثمرين واللي يعرفونها وصار لهم باع فيها. الأجواء الاقتصادية خصوصا العقارية في مملكة البحرين بخير ولله الحمد. احنا دائما نقول العقار ينام لكن ما يموت. في وقت في تضخم في كل دول العالم، في وقت في رفع لسعر الفائدة وخوف من الركود في باقي دول العالم، احنا اني وننزل وحدات سكنية بهالعدد، هذا الشيء يدل على قوة الاقتصاد البحريني ويدل على قوة الحكومة في تصديها لكل العقبات وكل الصعوبات اللي ممكن تطرأ على جميع الصعد الاقتصادي والعقاري وغيرها. وضم المعرض عدة شركات عرضت مشاريع متنوعة توفر جميع المقومات المطلوبة والتي تأتي في خط متساو مع الأهداف البيئية. أنا هذا المعرض من المعارض المميزة كنا احنا ننتظره لسنوات طويلة، الحمد لله نتوفقنا صار سيتي سكيب في البحرين. أنا أعتقد سيتي سكيب راح ينقل البحرين نقلة نوعية، راح العالم يتعرف على العقارات اللي موجودة عندنا ومستوى اللي احنا نشتغل فيه في العقارات في البحرين. في الأيام الجاية إن شاء الله احنا بعد بنكون نشارك المشاركين أيضا في الأفكار اللي موجودة، ويكون بيننا تعاون بين الأطراف بين الشركات البحرينية والشركات المشاركة إن شاء الله. شاركين ضمن مجموعة من المعارض في نفس الوقت اللي عطت زخم، يعني كل معرض ساهم في إعطاء زخم للمعرض الآخر. طبعا معرض سيتي سكيب يعد انطلاقة إن شاء الله راح تكون نحو العالمية وفتح سوق العقار البحريني أمام المستثمرين الخليجيين وحتى العالميين، لأن بسبب يمكن الزخم اللي يعطيه واسمه اللي مربوط بالنشاط العقاري العالمي. حريصين نكون موجودين في مملكة البحرين، كون هذا المعرض عرفنا عنه قبل لا يبدأ أنه بيكون فيه كثير من المطورين العقاريين متميزين. مملكة البحرين بشكل خاص عندها تجربة في التطوير العمراني والعقاري مميزة. مشترين ومستثمرين وخبراء عقاريين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية والعالمية اجتمعوا في هذه المنصة المثالية وهذا الحدث العقاري الأبرز والأرقى على مستوى الشرق الأوسط في أول معرض عالمي تستضيفه مملكة البحرين في مركز البحرين العالمي للمعارض لتحقيق التقارب في هذا القطاع الهام. معرض عالمي ضم العديد من الشركات العقارية ليؤكد صحة الأجواء الاقتصادية والعقارية في مملكة البحرين التي تتكيف بكل تميز مع جميع المتغيرات الإقليمية والعالمية. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.